شكرا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري من قناة الشروق. نبدأ بالعناوين. التعايش يقدم تنويرا لقادة القوات النظامية حول توقيع الاتفاق السياسي الذي تم بجوبا. الوساطة تحدد الثاني من أكتوبر القادم موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية. انخفاض منسوب النيل الرئيسي اليوم بأربع سنتيمترات عن منسوب الأمس. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي إن اتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرا بالأحرف الأولى بجوبا يختلف عن الاتفاقيات السابقة لكونه خاطب جذور المشكلات وضم معظم حركات الكفاح المسلح. جاء ذلك خلال التنوير الذي قدمه اليوم حول الاتفاق السياسي لقادة القوات النظامية من رتبة عميد فما فوق بالجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة، وذلك بأكاديمية نيميريا العسكرية بأم درمان. وأشار التعايشي إلى أن الحكم الفيدرالي يتيح صلاحيات كاملة ويضمن قسمة الثروة والتوزيع العادل للموارد، كما يشمل قضايا الأرض والحواكير والنازحين واللاجئين. وعرب التعايشي عن أمله في أن تلتحق الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بمسيرة السلام. أعلن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية تود جولواك أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في الثاني من أكتوبر القادم بالعاصمة جوبا. جاء ذلك في تصريح صحفي بفندق بالم أفريكا في العاصمة جوبا. وأضاف توت أن عمل اللجان المصفوفة سيتم الانتهاء منه لاحقا. من ناحية أخرى، واصلت لجان مصفوفة اتفاق السلام حول مسار دارفور والمنطقتين والشرق أعمالها اليوم بفندق بالم أفريكا بالعاصمة جوبا، ويتوقع الانتهاء من أعمالها يوم غد. وقال مقرر لجنة الوساطة دكتور ضيو مطوك في تصريح صحفي بجوبا: تواصلت أعمال مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام في مسار دارفور بمناقشة بروتوكول السلطة وكذلك مسار الشرق والمنطقتين. وقال إن الوساطة ستعقد اجتماعا مع الرئيس سيلفا كير ميرديت لرفع التقرير النهائي للتفاوض، ومن ثم الإعلان عن مؤتمر صحفي حسب مخرجات الاجتماع لتحديد موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل. عزى نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية ياسر علمان التأخير الذي حدث في الوصول لاتفاقيات في مباحثات جوبا إلى الوضع المعقد للترتيبات الأمنية والعسكرية. وأشار عرمان في حديث لوكالة السودان للأنباء إلى أن السعي الآن هو تحويل توجهات الانفصال إلى العمل في أطر تكون داخل السودان الموحد تفاديا لتجربة انفصال جنوب السودان. ودعا عرمان إلى العمل على الاستفادة من القواسم بين السودان وجنوب السودان لتشجيع التبادل الاقتصادي. رئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي رحب باتفاق جوبا الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، وقال إنه يمثل خطوة نحو تحقيق السلام الدائم والعادل في البلاد. ولكنه أشار إلى أن حزب الأمة شكل لجنة لدراسة وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف معه. وقال في المنتدى السياسي الأول لصحيفة الانتباه أمس إن الاتفاق يمثل خطوة نحو السلام، لكنه كأي اتفاق سلام يعقد في دولة في وضع السودان يحتاج لدعم الأسرة والمجتمع الدولي. وأشار المهدي إلى أهمية تشكيل مفوضية السلام لتتولى الإشراف على الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها في السودان. وشدد المهدي بأن الرسالة الحقيقية للحاضنة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير لإنفاذ المدنية والتحول الديمقراطي ينبغي أن تكمن في وحدة وطنية وأجندة وطنية تشمل جميع الأطراف.
أكد والي شمال دارفور محمد حسن عربي خلال لقائه أمانة حركة العدل والمساواة السودانية بشمال دارفور برئاسة محجوب حسن جلال الدين، أكد أن السلام يظل الهدف الأسمى لحكومته إلى جانب معالجة قضايا معاش الناس وتعزيز السلام الاجتماعي ومعالجة إفرازات أزمة دارفور في مجالات النزوح واللجوء. وأوضح الوالي أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الذي تم بجوبا تم بعد جهود مضنية وتنازلات من أجل المصلحة العامة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وجدد تأكيد سعادته بما تم في هذا المجال. وأشاد الوالي بالدور الذي قامت به حركة العدل والمساواة في كافة الجبهات من أجل الحرية والعدالة والسلام، وأضاف أن من حقهم الاحتفال بما تحقق في العملية السلمية، وأشار إلى توجيهه بالتبشير بالسلام والاحتفاء به. لأن أي شيء وصلنا له ما عنده قيمة ما لم نكون نحن نعيش في سلام، وحتى نعيش في سلام تحت القيم الناس نادلت من أجلها وقدمت الشهداء والجرحى والمقبولين، قيم العدل، قيم المساواة، قيم الحرية. ونحن وإنتوا أكثر ناس من حقكم أن تحتفلوا وتحتفوا بالسلام التم إنجازه، لأنه ما قدمتوه من تضحيات ما في زول بينكرها. من جانبه أوضح محجوب حسن جلال الدين أمين مكتب شمال دارفور بحركة العدل والمساواة أنهم بحثوا مع الوالي عددا من القضايا التي تهم إنسان الولاية وكيفية الدفع بعملية السلام إلى غاياتها والتبشير باتفاق جوبا وسط المواطنين. وأشاد بالتجاوب الذي وجده من الوالي مؤكدا سعي حركته للعمل على إنجاح برامج الولاية والفترة الانتقالية، خاصة تنزيل برامج السلام على أرض الواقع. تناولنا كثير من القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار هذه الولاية ومعاش الناس ورتق النسيج الاجتماعي وقضايا النازحين واللاجئين، وأيضا تحدثنا عن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى الذي تم في جوبا. بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.24 سنتيمتر بانخفاض 4 سنتيمترات عن الأمس وارتفاع 1.5 سنتيمترات عن العام الماضي، فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.46 سنتيمتر بانخفاض 10 سنتيمترات عن الأمس وارتفاع 1.7 سنتيمتر عن العام الماضي. ويمر الفاصل المداري شمال ولاية البحر الأحمر مارا بمدينة أبو حمد شمال كريمة وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال اليوم. وتنبه غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعذبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاعا في مناسيب نهري النيل والعذبراوي، وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في السودان من أمطار غزيرة في 4 ولايات مختلفة خلال الساعات المقبلة، وقالت الهيئة بحسب وحدة الإنذار المبكر في تقرير اليوم الأحد إنه تم رصد سحب رعدية قد تؤدي إلى هطول أمطار مصحوبة برياح عالية السرعة في ولايات سنار، النيل الأزرق، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى. وأوضحت أن السحب الرعدية ستستمر حتى صباح غد الاثنين، وطالبت مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة. وصلت صباح اليوم إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية، خيام ومواد غذائية تقدر بحوالي 23 طن ونصف لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات. وتقدمت وزيرة
العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ في تصريحات صحفية بالمطار بالشكر للحكومة والشعب المصري واستجابتها السريعة بعد أن أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمجابهة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد. وأشارت الوزيرة وزيرة العمل إلى أن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. تقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والتجلى للحكومة المصرية والشعب المصري على وصول يمكن الجسر الجوي أول طيارتين من دولة مصر الشقيقة، وده طبعا بيعكس روابط الأخوة ما بين البلدين، وأكيد ما بيناتنا علاقة النيل الخالدة المقدسة، وإن شاء الله تكون يعني دائما مستعدين إنه نحن نشتغل مع بعض لدرء جميع الكوارث والأزمات ما بين البلدين وتمتين العلاقات. نحن شاكرين شكر جزيل لسرعة الاستجابة، وطبعا ده يعني حاجة معروفة من الشعب المصري والأخوان في مصر. إلى ذلك قال نائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي إن هذه الطائرات تعد الخطوة الأولى للجسر الجوي بين البلدين، ونوه إلى أن الفترة القادمة ستكون هنالك المزيد من المساعدات للمتضررين. نترحم على يعني أرواح شهداء وضحايا الفيضانات والسيول اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة، ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين، وإن شاء الله دايما السلامة للسودان. حقيقة يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح أصدر توجيهات تنفذ بشكل فوري لبدء تسيير جسر جوي إلى السودان يحمل كل المتطلبات واحتياجات أشقائنا في السودان، وتم التنفيذ خلال يعني ساعات قليلة. شفنا النهاردة زي ما معالي الوزيرة تفضلت أول طيارتين وصلوا من هذا الجسر الجوي، وخلال الأسبوع أو الأيام القليلة القادمة هنواصل إرسال المزيد من الطائرات إن شاء الله لتلبية احتياجات أشقائنا في السودان. من جانبه أشار مفوض العون الإنساني عباس فضل الله إلى العلاقات الأزلية بين السودان ومصر، وأن هذه الخطوة الإنسانية ديدا للأخوة في جمهورية مصر العربية، وأكد استعداد الحكومة لمناولة المساعدات للذين يحتاجونها من المتضررين من السيول والفيضانات، ونوه إلى تقديم كافة الإمكانات لتوصيل هذه المساعدات. نحن نثق تماما في قدرة الحكومة ومفوضية العون الإنساني على تناول الدعومات التي تجي، ونعمل بكل إمكانياتنا في أسرع ما يكون أنها تصل للناس المحتاجين لها. نسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يعيننا دائما على التعاون والتواضع ومساعدة الملهوف وإغاثة الملهوف. دشنت منظمة الاغتنام الخيرية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مواد غذائية وإيوائية للمتضررين بالسيول والفيضانات بعدد من قرى شرق النيل بحضور ممثل والي الخرطوم ومفوضية العون الإنساني. وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة الاغتنام الخيرية منتصر البشير أن الدعم يتضمن توزيع 10 طن من المواد الغذائية بجانب توزيع الخيام للمتضررين، وأضاف أن الدعم يأتي ضمن الجسر الجوي الذي تسيره المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للوقوف إلى جانب المتضررين. عبر الجسر الجوي الذي وصل قبل أيام إلى السودان، حيث حلت الطائرة الأولى وقمنا بتوزيع أغلب محتوياتها في ولاية سنار كما شهدها الإعلام في الفترة الماضية، اليوم نحن هنا لنوزع هذه الكمية من التمور على المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها في محلية شرق النيل حول أم ضومبان والعسيلات. لا يفوتنا إلا أن نتقدم الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده الأمين ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. من جانبه عبر مفوض العون الإنساني مصطفى آدم عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ووقوفهم إلى جانب السودان لتجاوز الأزمة الراهنة، وجدد الدعوة إلى كافة المنظمات الوطنية الدولية والخيرية لتقديم الدعم العاجل إلى المتضررين من السيول والفيضانات بالولاية. وهذه الوقفة اليوم هي واحدة من التدخلات المهمة جدا اللي بتتم في منطقة أيضا مهمة، وهي من المناطق المتأثرة بجراء الأمطار والسيول، هي محتاجة أكيد
لمثل هذا الدعم الكبير جدا، والدعم ده ان شاء الله يعني يفي بحاجه المواطنين، وبالاكد برضه احنا على مستوى المفوضيه تعاون الطوع الانساني لنا تدخلات اخرى وكثيره في هذه المناطق وغير من المناطق المتاثره. شكرا الكبير جدا لمركز الملك سلمان لما يقوم به من عمل خيري وانساني على مستوى ولايه الخرطوم على مستوى بقيه ولايات السودان. أدت لجنة الفرعية بنهر النيل لإزالة تمكين وتفكيك نظام 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة، أدت القسم إيزانا ببدء مهامها وأعمالها برئاسة والي الولاية. وكشف والي نهر النيل دكتور آمنة المكي رئيس اللجنة، كشفت أن الغرض من اللجنة ليس التشفي وإنما رد المال العام وإزالة التمكين والحقوق لأصحابها. وقالت إن الخطوة تمثل بداية لتفكيك النظام السابق بنهر النيل ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة. وأشارت المكي إلى أن النظام السابق استباح كل إمكانيات البلاد واستغلها لجهات محددة. ووجهت المكي نداء لكل أصحاب المظالم والحقوق المهدرة وكل من يملك معلومات وشبهات فساد واستغلال نفوذ وتمليكها للجنة للتحقق منها. أعلنت عن مباشرة اللجنة مهامها على الفور من المقر السابق للمؤتمر الوطني. المعني بالتفكيك هو إزالة النظام اللي كان موجود 30 عام في هذه الولاية واستعمر كل السودان واستباح أرضه وموروثاته وممتلكاته لصالح جهات محددة تم تمكينها، والآن بإذن الله تعالى ينطلق تفكيكها. الغرض ليس التشفي، الغرض ليس يعني كما فعلتم نفعل، ولكن نقول كما تدين تدان، ولا بد أن يعود الحق مهما طال الزمن. الآن يحق لكل مواطن شرد عزب اعتقل هاجر أن يحتفل بإذن الله تعالى. وكما سمعتم يعني مهام اللجنة تتعلق برد الحقوق بغض النظر عن نوعها، سياسية اجتماعية إنسانية. احتفلت ولاية غرب دارفور بالعيد القومي 57 للشجرة. وأوضح مدير غابات ولاية غرب دارفور عبد العزيز محمد يحيى أن الهيئة القومية للغابات نفذت هذا العام برنامجا فنيا بزراعة حوالي 20,000 فدان تشجير شعبي و 4,000 فدان تشجير رسمي داخل الغابات المحجوزة، وإنتاج 500,000 شتلة، فضلا عن جمع أكثر من 7 طن بذور مختلفة بالتركيز على بذور الهشاب لتعمير وتطوير حزام الصمغ العربي. وقال إن الولاية تعاني نقصا في الغطاء الشجري وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارات الأهلية، وأشار إلى توزيع كميات من الشتول في المحليات المختلفة. أكدت حكومة النيل الأبيض اهتمامها بالمبدعين ورعايتها للعمل الثقافي لتحقيق التنمية المستدامة بالولاية. يأتي ذلك في ختام ورشة المخرجين الدراميين والتي نفذتها مجموعة النيل للثقافة والفنون بجانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقطاع الثقافة بالولاية، حيث شكلت تحديات بناء السلام والانتقال إلى دولة مدنية عناوين مسرحيات قدمت على خشبة مسرح كوستي القومي في ختام هذه الورشة. المسرحي صلاح اسكندر في مناقشة قضايا الرحلة السياسية وتحديات بناء السلام والانتقال إلى دولة مدنية بجانب استشراف مستقبل أفضل للسودان، وذلك من خلال مسرحيته الموسومة بمعابر ومتاريس والتي قدمت في أمسية الختام لورشة تدريبية للمخرجين الدراميين والتي نظمتها مجموعة النيل للثقافة والفنون بالتعاون مع قطاع الثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية النيل الأبيض. وتسعى الورشة إلى تقديم نجوم قد تسهم مستقبلا في تشكيل إضافة نوعية للمشهد المسرحي بالنيل الأبيض. الورشة استمرت لمدة 10 يوم، وطبعا قيمت على منهج قصر الشباب والأطفال وسازة من قصر الشباب والأطفال، وعدد دارسين فيها 20 دارس هما فئة مختارة
مختارة من الدراميين بالولاية الذين يعملون في الإخراج لكن من غير منهجية، وهذه الورشة أتت لكي تمنهج الناس ويكون لديهم علمية في الإخراج الدرامي، وإن شاء الله الناس تستفيد من هذه الورشة ونستفيد من الدارسين أنه يكون في تطور وتقدم للحركة الدرامية في الولاية. ومن خلال مسرحية هاوية بلد يناقش المؤلف والمخرج وليد النور الظواهر السالبة في التوظيف والترقي بجانب نماذج من الفساد الإداري في الخدمة المدنية، مع ضرورة السعي لمحاربته عبر التوعية المستمرة من خلال فعل المسرحين عبر دورة فنية قد تحدث حركا نوعيا على مختلف الصعب. هذه الفعالية، فعالية الإخراج في مدينة كوستي، حقيقة تقييم ممتاز جدا، لأنه هذه التجربة أول تجربة وتجربة فريدة، وأثبتت بأنه كل الدارسين الذين أتوا لهذه الدورة أو التدريبية فكان النتاج فيها واضح، والدليل على أنه في هذه الأعمال أثبتت أنه كانت الورشة ورشة ناجحة وورشة قيمة، ورشة لها فعاليات الواضحة، وأتمنى أنه يكون في كمية من الورش أخرى للإخراج عشان الناس تتطور في هذه المدينة. وفي ثوب مختلف تزينت الأمسية بتقديم بطاقات الشكر والتقدير والعرفان لأولئك الذين سكبوا الفكر والمال والعرق تدريبا وتأهيلا لهؤلاء الشباب، لتمضي بذلك حكومة الولاية إلى الأمام توفيرا للرعاية والاهتمام من أجل تنشئة جيل يحمل مستقبلا مشاعل الفكر والتنوير قولا وعملا. هذه الدورة لتنمية وتأهيل المورد البشري في الجانب المسرحي، يمثل الإنتاج بالنسبة لنا تحدي عظيم، هنخرج به إن شاء الله لبر الأمان في صناعة إنتاج مسرحي ودرامي جديد. نحن في قطاع الثقافة والإعلام هنرعى هذه الكوكب النيرة في تسويق لهذه المنتجات وصناعة ثقافية تدور دخل للأفراد وتشجع الفرق والمسرحيين والمنتجين والمخرجين في الأيام القادمة بإنتاج مزيد من الإنتاج الفني. وعلى خشبة مسرح كوستي القومي ما يستحق الاحتفاء تأليفا وأداء وإخراجا بحضور النوعين لمختلف الثقافات والأعراق والأعمار في ليلة ربما حققت المرامي والأهداف، مع دعوات بالمضي في حزم التدريب والتأهيل ليتمكن هؤلاء من جذب الآخرين للمسرح كبارا وصغارا. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. تواصلوا معكم في هذا العرض الإخباري وفيه عقب الفاصل. المالية تعلن عن تدشين فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول. أهلا بكم من جديد للأخبار العربية والعالمية، نبدأها بتونس، حيث قال مسؤولون أمنيون في تونس إن قوات الشرطة قتلت 3 إرهابيين اليوم الأحد بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة ساحلية قتل خلاله إحداهما. ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة الياس الفخفاخ المستقلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلاد أو البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي لرويترز، قام إرهابيون بطعن 2 من رجالي الشرطة في مفترق طرق بالقنطاوي واستشهد إحداهما، ولحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم 3. غادر رئيس مالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي
أكثر من أسبوعين على الإطاحة به في انقلاب عسكري. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المجلس العسكري ومصدر عائلة كيتا غادر باماكو هذه الليلة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى أبو ظبي لتلقي العلاج. وكان كيتا الذي يخضع للإقامة الجبرية في باماكو يستعد لمغادرة مالي بعد إدخاله هذا الأسبوع إلى المستشفى، وقال الأطباء إنه أصيب بجلطة دماغية طفيفة. دعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اليوم إلى التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأشار لودريان إلى أن البريطانيين لا يستوعبون فكرة التفاوض على اتفاق مدروس جيد يشمل التحدث عن جميع القضايا، لافتا إلى أن المفاوضات لا تسير على ما يرام فيما لم يتبقى سوى شهرين حتى يدخل نظام التجارة الجديد حيز التنفيذ. يذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 من يناير الماضي. أعلنت السلطات الأمريكية غرق مجموعة قوارب صغيرة كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس أمس دعما للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب. وواجهت القوارب صعوبات تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عدد منها وتسرب المياه إلى عدد آخر في حوادث لم تتسبب في أي إصابات حسب السلطات. وقال مكتب شرطة مقاطعة تيريفيس في تغريدة على تويتر إنه استجاب لمكالمات عديدة تتعلق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض المائي المؤيد لترامب في بحيرة تيريفيس، مشيرا إلى غرق قوارب عدة. ننتقل مباشرة إلى أخبار المال والأعمال، حيث قالت هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف إن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول هو الوسيلة المثلى لإدارة حوار مجتمعي واسع بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والجامعات وهيئات البحث العلمي والاقتصادي والاجتماعي. وبانت أن الحكومة عزمت على عقد المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي، لكن حالت ظروف جائحة كورونا في تأجيل عقد المؤتمر، وعربت عن أملها في أن تخرج توصيات المؤتمر بوضع سياسات مترابطة ومنسجمة مالية ونقدية موحدة ومتماشية مع سياسات العامة للدولة في كافة المجالات وفق تحديد دقيق للأولويات وصيانة الموارد. أحبط منسوبو إدارة جامعة أو جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب نوعية لعملات أجنبية مخفية في شكل لفافات تبغ داخل صندوق سجائر بصحبة راكب متجه لخارج البلاد. وأوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم الفاتح حسن ذهب أن الضبطيات المتلاحقة للإدارة خير دليل على جاهزية منسوبي الجمارك بالإدارة للحفاظ على ثروات البلاد وضبط كافة حالات التهريب من ذهب وعملات أجنبية وغيرها. شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة في التحضير لإجراء التعداد الشامل الذي يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان والإحصاءات الزراعية، وذلك لاتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية والتي تهدف لإحداث التنمية الشاملة. وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف هبة محمد علي أحمد على أهمية استخدام قواعد البيانات وترسيخ ثقافة استخدام قواعد البيانات لتطوير الأداء الحكومي. جاء ذلك لدى ترأسها اليوم بمكتبها الاجتماع المشترك بين وزارتي المالية والزراعة والموارد الطبيعية والجهاز المركزي للإحصاء. توقع أكاديميون وخبراء زراعيون انعدام سلعة الموز بالسودان لفترة قد تطول بسبب فيضان النيل وغرق المحصول. وأكد الباحث بقسم علوم البساتين بكلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة محمد الحاج الكاشف في تصريح لوكالة السودان للأنباء سونا أن أشجار الموز تموت غرقا، مبديا تخوفه من فقدان أصناف كانت قد دفع بها المعهد القومي للصادرات البستانية للمزارعين. شدد على ضرورة استجلاب سلالات جيدة من الخارج والعمل على إكثارها.
ننتقل مباشرة إلى الأخبار الرياضية. تسلم اتحاد كرة القدم السوداني خطابا من نظيرهم التونسي. أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن مباراة مرتقبة بين السودان وتونس في 9 أكتوبر المقبل ضمن أيام الفيفا. وقال الاتحاد السوداني لكرة القدم في تعميم صحفي أمس إنه تسلم خطابا من الاتحاد التونسي بتوقيع وجدي العبادي يفيد بموافقتهم على طلبهم. وبحسب الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل، فإن لجنة المنتخبات بدأت اتصالات رسمية ومخاطبات عبر الأمانة العامة لتأمين مباراة ثانية للمنتخب في تونس خلال أيام الفيفا مع المنتخبات التي أعلنت عن مباراتها في تونس. أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن توجيه اللجنة المنظمة للمسابقات دراسة عودة برنامج الدوري الممتاز ابتداء من 15 سبتمبر الجاري، على أن تكتمل المنافسة في 20 أكتوبر المقبل حتى يتمكن الاتحاد من تسمية أبطال حقيقيين لتمثيل السودان في بطولات الكاف. ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن الخطوة جاءت على خلفية عدم ورود جديد بخصوص إحصائيات فيروس كورونا. وتابع طلبت أيضا من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات مراعاة ما أمكن خوض مباراة واحدة على الأقل للمنتخب الوطني الأول في تونس خلال أيام الفيفا في أكتوبر المقبل. مشاهدينا، ختام هذا العرض نعود ونذكر بالعناوين. التعايشي يقدم تنويرا لقادة القوات النظامية حول توقيع الاتفاق السياسي الذي تم بجوبا. الوساطة تحدد 2 أكتوبر القادم موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية. انخفاض منسوب النيل الرئيس اليوم 4 سنتيمترات عن منسوب الأمس. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل. إلى اللقاء.